أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام. جاء ذلك خلال لقاء الملك بنائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث شدد الملك على ضرورة إعادة انطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وأكد جلالته مواصلة الأردن بذل الجهود لحماية الأماكن المقدسة في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. في مدينة العقبة انتهت أعمال الاجتماع الفلسطيني الإسرائيلي السياسي الأمني لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بحضور ممثلين عن مصر والولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لما أكده مصدر للمملكة، فإن الاجتماع عقد بتنسيق كامل مع الفلسطينيين في ضوء خطورة الأوضاع من أجل وقف التدهور الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة. ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات. يأتي الاجتماع في سياق الجهود المبذولة للوقوف على الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين. في سياق متصل، قالت الرئاسة الفلسطينية إن وفدها المشارك في اجتماع العقبة سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية من جانب إسرائيل وعلى الالتزام بالاتفاقيات الموقعة تمهيدا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولا إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال. وأكدت الرئاسة في بيانها أن الوفد الفلسطيني سيجدد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر طريقا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967. بدوره ثمن المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تسعى من خلال اجتماع العقبة إلى حماية الشعب الفلسطيني. الأردن والموقف الأردني وأمتنا العربية دائما كانت وما زالت تعتبر قضية فلسطين القضية الأولى، وكذلك الدور المصري في هذا الجانب. هذا اللقاء من خلاله تسعى القيادة الفلسطينية إلى حماية أبناء شعبنا من خلال المشاركة الأردنية وكذلك المشاركة الأمريكية في هذا الموضوع، لما نسمعه من تصريحات خرجت عن المسؤولين الأمريكيين. فنحن سمعنا تصريحات خرجت من بلينكين أنهم يريدوا حل الدولتين، يريدوا إيقاف الاستيطان، ولكن في نفس الوقت كانت أيضا تصريحات من الإدارة الأمريكية توازي ما بين الضحية والجلاد، وهذا أمر بالنسبة لنا كقيادة فلسطينية نرفضه، لأنه من يعتدي على الشعب الفلسطيني هي دولة الاحتلال. قبل أسابيع من شهر رمضان المبارك، ترفع إسرائيل حدة التصعيد في الأراضي الفلسطينية بتعزيز آلة القتل ضد الفلسطينيين. وعلى النقيض من ذلك، يجمع الأردن الفلسطينيين والإسرائيليين على طاولة واحدة باجتماع أمني يحضره الجانبان الأمريكي والمصري في سياق الجهود المبذولة للوقوف على الإجراءات الأحادية والوصول إلى فترة تهدئة وصولا إلى انخراط سياسي أشمل بين الجانبين. فيما يعقد اجتماع الفرقاء في الأردن بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحضور مصري أمريكي، تبرز العديد من التصورات حول ما إذا كان هدف الاجتماع هو للتهدئة ووقف دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أم سيكون مقدمة لكسر حالة الجمود والانسداد السياسي وفتح أفق لمفاوضات سلام جادة بين الطرفين. اجتماع خفض التصعيد اجتماع ذو دلالات متعددة وحلقة أولى ضمن جهود تهدئة الوضع العام في الضفة الغربية،
قبل فترة حساسة وهي شهر رمضان، والذي ما إن بدأ حتى بدأت المواجهات ودوامة العنف بين الفلسطينيين والاحتلال. اجتماع سيغير مشهد رمضان هذا العام عما كان عليه في الأعوام الأخيرة، والذي ما إن بدأ حتى بدأت قطعان المستوطنين باقتحامات الأقصى ومواجهة المرابطين. فمنذ أن فشل الاحتلال في فرض البوابات الإلكترونية على مداخل الأقصى إلى معركة سيف القدس، وما زال يحاول أن يحقق اختراقا في كل رمضان، شدة تعزز صمود الفلسطينيين أمام الاحتلال ومستوطنيه. اجتماع يعقد في إطار السرية على الأراضي الأردنية لوقف الإجراءات الأحادية والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وفي عدد من مدن الضفة الغربية، لا سيما نابلس وجنين، لا بل تؤسس إلى الوصول إلى هدنة مرحلية تفتح الباب أمام مزيد من التفاهمات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. إذن يواصل الأردن دبلوماسيته لتهيئة الأرض أمام مكتسبات جديدة للفلسطينيين، وأن يكون ذلك بوابة جديدة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وكسر الجليد في المواقف، وصولاً لتفاهمات حقيقية في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تنشغل بالاستيطان وقتل الفلسطينيين وبإجراءات أحادية، وما يشكله ذلك من خطر على السلام والاستقرار في المنطقة. للحديث عن تفاصيل هذا الاجتماع ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي سلطان الحطاب. سيد سلطان، أهلا وسهلا بك. سيد سلطان، هذا الاجتماع يأتي في وقت حرج جدا، والهدف والغاية الأساسية هي وقف هذا التصعيد وتدهور أو تدحرج كرة الثلج أكثر فأكثر، خاصة من الجانب الإسرائيلي. اليوم ما هي أهم المخرجات التي يمكن الوصول إليها ما بعد انتهاء هذا الاجتماع؟ يعني ميزة هذا الاجتماع إن كان له ميزة هو أنه يشكل أطراف أو حاضنة عربية وإقليمية ودولية لأول مرة. إسرائيل هي التي عطلت دائما الاتفاقيات، وآخر اتفاق في لقاء فلسطيني إسرائيلي كان عام 2013 قبل 10 سنوات بواسطة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، ولكن هذا الاتفاق لم أو هذا اللقاء لم يدم إلا أقل من سنة. ففي 2014 انهار هذا الاتفاق نتيجة أن نتنياهو الذي هو رئيس وزراء حالي الآن قام بنقد ورفض إطلاق سراح الأسرى الذين سجنوا قبل أوسلو، وعدم إطلاق سراح هؤلاء الأسرى الذي كانت اتفق عليه في عام 2013 عطل الإطلاق. ومنذ ذلك الحين لم يجلس الفلسطينيون والإسرائيليين معا، وجاءت هذه الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة لتواصل الاستيطان وتزيد في هدم المباني ومصادرة الأراضي والقتل وكل الأشكال التي صعدت. يعني إسرائيل هي التي تصنع المقاومة كردة فعل على إجراءاتها القاسية يوميا. هناك محاولة أردنية جادة ومخلصة وتدعمها مصر، والفلسطينيون قيادتهم طالبت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مرة بالتدخل، وجاء وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى رام الله وتحدث مع الرئيس محمود عباس. والحقيقة إسرائيل لم تتوقف عن ارتكاب المجازر، وهي ستفعل ذلك مرة أخرى، أقول ذلك رغم لقاء العقبة. والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، ولكن لدغ العرب وإسرائيل قطعت الوجه كما يقولون بالعامية العشائرية الأردنية. الأردن أكثر من مرة تدخل والتقى جلالة الملك الذي أكد هذا اليوم على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات. ومع ذلك إسرائيل نقضت وهي تنقض، ولو طول الفلسطينيون بالهم قليلا لسوف يجدوا أنه بعد يوم أو أقل أو يومين أو ثلاثة إسرائيل التي دعت وسيلة الاستيطان الآن وفدها للانسحاب من العقبة هي التي سوف تنقض هذه الاتفاقيات. ما الغاية إذن من مشاركة إسرائيل منذ البداية عندما نتحدث عن تجاهلها التام لهذه الاجتماعات أو حتى المخرجات وحتى الدعوات اليوم بالتوقف والتراجع عن هذا التصعيد؟ فما هي الغاية إن كانت لا تأبه لربما برأي هذا المجتمع الدولي؟ الغاية شراء الوقت ودفع الأطراف الإقليمية والعربية لمساعدتها على وقف المقاومة مجانا.
تريد أن توقف مقاومة الشعب الفلسطيني وتبقى احتلاله، تريد وقف المقاومة واستمرار الاستيطان، تريد أن يسحب الفلسطينيين كما فعلوا شكواهم للأمم المتحدة ولمحكمة الجنايات الدولية مقابل لا شيء، لوعود ولكلام. هي تتحدث عن حول دولتين ولا تقصد، هي تتحدث عن ضمانات ولا تفعل، لم تفعل شيئا، حتى عدم الدخول إلى المسجد الأقصى وإرسال المستوطنين والجنود داخل المسجد لم يتوقف ولن يتوقف. إسرائيل لم تلتزم بأي اتفاق من الاتفاقيات التي وقعتها سواء في أوسلو أو غيره، وبالتالي لا يوجد ثقة على الإطلاق. والرئيس محمود عباس الآن يخضع لضغوط هائلة جدا، جاء إلى العقبة، ولكن أيضا شعبه يريد أن ينظر إليه كقائد مخلص، وليس ولا يمكن قبول أن يرهن مقاومة الشعب الفلسطيني. أنا بعتقد أن نعم. إسرائيل الآن تعمل خارج الإطار، ولكن إن كانت تريد إيقاف كل ذلك اليوم سيد سلطان، فبحسب المشاهدين والمراقبين للوضع فإن المشهد يتوجه إلى رغبتها بالمواجهة، هذه المواجهة المباشرة مع الفلسطينيين والبدء بحرب واضحة، هذه الحرب من طرفين ليس من طرف واحد. نعم، هي تريد الفلسطينيين أن يوقف الفلسطينيين عن المقاومة، هي تريد أن تعفي نفسها، هي تضغط بهذا الاتجاه، هي تريد السلطة الفلسطينية لهذه المهمة، ولكن السلطة الفلسطينية لن تقوم بهذه المهمة ولن تستطيع القيام بها بهذه المهمة لو أرادت، لأن الشعب الفلسطيني أكبر وأقدر، والشعب الفلسطيني هو الذي يقع عليه الاحتلال وهو الذي يقتل أبنائه، وما زال دماء الشهداء لم تجف، 11 شهيد في نابلس ومن قبل أيضا الشهداء الآخرين، ومسلسل الاستشهاد قائم. إسرائيل تدخل مدن ألف المحمية باتفاق أوسلو وتقتل وتخرج وتقتل وتخرج وهكذا، وتبني أكبر مجموعات من الاستيطان منذ البداية حتى الآن، وبالتالي هي تمارس كل مخططاتها التي تتخذها، وآخرها ضرورة إعدام المقاومين. وبالتالي لا يفهم الشعب الفلسطيني إلا الرد على اللغة الإسرائيلية، لغة الجريمة والقتل. وأنا أعتقد أن الأردن بذل كل جهد، ومصر أيضا بذلت، ولكن إسرائيل لا تسمع لهذه الأطراف ولا تؤمن بما تقول هذه الأطراف ولا تعبر هذه الأطراف. إسرائيل انتهكت الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية، من الأجدر إن كانت تحترم الأطراف الإقليمية والدولية أن لا تقوم بالدخول وتدنيس المسجد الأقصى، وأن تمنع المستوطنين ووزير الحرب أو وزير الأمن المتطرف بن جفير من أن يمارس هذه الممارسة. إسرائيل منقسمة، دعوها تنقسم، إسرائيل تنحني أمام المقاومة، دعوها تنحني. كل هذا الجهد في الضغط الدولي الذي استخدم الولايات المتحدة على أطراف إقليمية ودولية، لأن إسرائيل تخسر بالمقاومة، تريد احتلال مجاني، لا، انتهى زمن الاحتلال المجاني. الفلسطينيون خرجوا، أنا بعتقد أنهم سيقاوموا إلى أن تستجيب إسرائيل للمواقف التي يجب أن تستجيب إليها في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة. شكرا لك. نعم، شكرا جزيلا لك سيد سلطان الحطاب الكاتب والمحلل السياسي.